كل عام وأنتم بخير. إن عيد فطرنا لهذا العام ليس ككل عيد، إنه عيد مثقل بالآلام والإحباط لما يمر به العالم العربي والإسلامي من مرارة الحروب والتهجير، وأيضا بسبب استمرار المعاناة الإنسانية لما يحدث للأهل في قطاع غزة في فلسطين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. We need to pray Palestine, and I say كل عام وأنتم بخير. And don't forget our people. We are one ummah, and we need to pray for one another. نحب نقدم ونعايد أهالينا، واللهم ربي يصبرهم كل جميع أنحاء الأرض، بسوريا، بفلسطين، بغزة، بالعراق، باليمن، جميع بقاع الأرض يعني. ونسأل الله أن يكون معنا ومعكم، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشتركين. ونختمها لكم، جزاكم الله ألف خير، وتوصلون أصواتنا يعني لهالناس هاي تسمعنا يعني. عيد مبارك، كل عام وأنت بخير. وحن لها هاي دمان أمد المسلمين كميل كستود عالم كتشوكتان. عيد مبارك خاصة أمد ريوستيريا قارهان أمد فيانا. كل عام وأنتم بخير، وكل عام وأهلنا وبلادنا وسوريا تكون بخير، والله يرجعنا لبلادنا، ونتمنى كل الخير للبلاد العربية. ينعاد على الأمة الإسلامية بالخير والبركة والسعادة، واتمنى للأهل والأصدقاء وجميع المسلمين في جميع دول العالم الراحة البال والسعادة والهنا. السلام عليكم. أختار مبارك طول مسلمانان وغرون تاد ماد طرفات طول تاد أختار مباركي ورسيكي وطول تاد هام سلامونا. إن شاء الله كل عام وأنتم بخير جميعا، الأمة الإسلامية والعربية والتلفزيون وكل المسلمين بأنحاء العالم إن شاء الله. السلام عليكم، كل عام وانتم بخير. إن شاء الله ينعاد علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية أجمعين بالخير والصحة والعافية. كل عام وانتم بخير، ينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية. كل الشكر للحكومة النمساوية على جهود المبذول، الله يعطيكم العافية وكثر الله خيركم. كل الشكر للنمسا ميديا على تغطيتهم الجميلة. أحب أهني الأمة المسلمين بحلول العيد المبارك، وأحب أقول لهم كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير يا سيادنا، وزي ما انتم شايفين المناظر الجميلة المبهجة في أوروبا، وحاجة تفرح والله وكتر ألف يعني. كتير النهاردة شاركونا في قلب التجمع الإسلامي والموسى، حاجة تفرح القلب والله. عيد مبارك أول شيء من الفائزين من العايدين إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم في فيينا المجمع الإسلامي. أحب أعيد على جميع المسلمين في أنحاء الكرة البشرية، إن شاء الله فري فلسطين إن شاء الله. إحنا من المجمع الإسلامي في فيينا، أهدي سلامي إلى أهلي الأشقاء الأعزاء في سوريا الحبيبة، والله ينصر أهلنا في فلسطين، وإن شاء الله يا رب نجتمع فيكم عن قريب. أهلي، أبويا، أمي، إخواني، يا رب الله يسر أمرهم ويديم صحتهم وعافيتهم عليهم، والله إن شاء الله يعم الأمن والأمان على الأمة الإسلام والمسلمين كلها يا رب. السنة والأمة الإسلامية كلها بخير، و الحمد لله فرحة والتجمعات شكلها حلو، حاجة حلوة جميلة، والحمد لله هنعمل. كل عام وانتم بخير. احنا موجودين اليوم في المجمع الإسلامي في فيينا، احب اهني الأمة الإسلامية كلها بحلول العيد المبارك، وكل عام وانتم بخير. موجودين النهارده في فيينا قدام المجمع الإسلامي، وكل عام وحضرتكم بخير. والله حابب اوجه للأمة الإسلامية ينعاد عليهم بالصحة والعافية، تقبل الله طاعتهم ويديم الفرحة على كل المسلمين. عام انتم بخير، انعاد علينا وعلى الأمة الإسلامية جميعا ان شاء الله. قالها انعاد على الأمة الإسلامية بخير وسلام، والله يفرجها على المسلمين جميعا ان شاء الله. وندعو لإخواننا في غزة وفي سوريا بالفرج ان شاء الله العاجل غير الآجل، ونشكركم على الاستضافة الحلوة ان شاء الله، وكل عام وانتم بخير. ان شاء الله العيد الجاي بالفرج القريب ان شاء الله لسوريا لجميع المسلمين ان شاء الله. من ساحات المركز الإسلامي هنا في العاصمة فيينا،
حمل المصلون في صلاتهم الكثير من الدعوات والآمال في أن يعم الأمان والخير والنماء في بلاد المسلمين وبلاد الإنسانية جمعا. لإنفوغراد النمسا ميديا، أنا أدهم الليجي، كل عام وأنتم بألف خير. هذه الشعيرة العظيمة التي تظهر فيها معاني الوحدة ومعاني الألفة والأخوة مع اختلاف اللغات واختلاف الألوان والألسنة، لكن يجمعنا دين واحد وتجمعنا عقيدة.